بالله من الشيطان الرجيم. وقدامه شخص يتلاشى الشخص يعني يخليه يمشي، اذا تشاجر مع شخص تعود من الشيطان ويمشي. يعني عادي اغير على طول اقوم عن محلي واهدي على طول، يعني تماسك اعصابي. تقول يستهدي بالله ويقرا القران ويمسك روحه، لان الواحد اذا عصب احيانا يقط كلمات ويتندم عليها بعدين. فالافضل انه يعني زي ما تقولي يكتمها في روحه، يعد للواحد العشره مثلا في نفسه لين ما يحس روحه هدأ شوي بعدين يجاوب. لازم امسك نفسي عشان ما اسبب غلط، يعني تجلس اخليك فنجان قهوه خلاص انتهى الموضوع. بس اطلع نفسي يعني ما ادري خلاص، يعني احاول يعني اكتم نفسي واحاول امسك روحي واحاول يعني نفس كده. لا لحالي ما استشير احد، اجلس لحالي واهدي روحي بروحي يعني الافضل. يعني لان ما تدري يمكن اتكلم يا واحد ثاني يمكن ما يعجبني اللي بيقوله مثلا اتعصب زياده، فليش اقعد لحالي انعزل في مكان اهدى اروق بعدين افكر. بالنسبة لي أنا يعني يمكن أخذ لي ربع ساعة 10 دقائق على حسب، يعني أحيانا 5 دقائق تحصليني كأني بركان بعدين أطفي على طول، يعني يمكن كلمة حليوة أو حاجة كده أهدى على طول. فيعتمد على الجو، يعني إذا كان زوجتي مثلا أو صاحبي يفرق الارتفاع الضغط اللي بيصير عندي. يعني ربع ساعة نص ساعة، ربع ساعة نص ساعة بس أحتاج وقت، ما هدي وقت خلاص، وقت ما أصير لحالي، أصرت لحالي خلاص أهدى.